كنت رايحه نطيب خبزات عسل في صينيه ومن بعد قلت علاش ما نديرهمش خبيزات يدو شابين يعني المنظر تاعهم يجي شباب ونخن يعني نبدلو شويه ماشي دائما خبيزات عسل. المهم روحوا تشوفوا كيفاش درتهم. زوج كيسان تاع حليب فاتر ضيفوا عليهم زوج بياض بيض وهذاك الصفار حتى راح ندهنوا فيه من بعد، وضيفوا ايضا ملعقه نتاع سكر، ملعقه نتاع خل، ملعقه نتاع خميره الخبز، خلطوهم مليح، الزيت والملح نديرهم من بعد حتى تخمر لي هذه، ضيفوا عليها شويه فرينه خلطوهم وخلوها تخمر واحد 15 دقيقه. فوالا نجوزوا للحشو دوكا. عندي بصله كبيره مقطعه مع الصوص نتاع الثوم كيما حبيتو، وعندي زيت ملح فلفل الكحل زعتره وورقه نتاع رند. بون خلو هاد المزيج يتحمس شويه، ايه الناس اللي تحب الحار ديروا الحار، خلو يتحمس شويه هكذايا. من بعد ضيفوا هذاك الفيون باشي، من بعد ضيفوا عليها كاس تاع ماء هكذايا مع ملعقه كبيره نتاع معجون الطماطم، خلوها هكذا تنسجم. من بعد ضيفوا لها السلق، السلق انا كنت غلياتو ديجا، ضفت زيت الزيتون وخليتها طيب لي شويه. المهم عاودوني لنا ديك العجينه اللي كانت خمرت ودارت نبولات، ضفت لها نص كاس تاع الزيت والملح وعاود طميتها بحيث انه تكون العجينه يعني طريه. شكلتها بهالطريقه يعني وحده فوق وحده، ومن بعد طفرت لي بوردور بهالطريقه. دهنوها بهذاك صفار البيض مع ملعقه نتاع خل وحطوا الزرع كيما حبيتو. انا جادور الزرع اللي تنحط فوق فوق العجين. المهم طيبوها وبصحة.